من ولاية غردية إن شرعت المصالح الصحية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني ومديرية الشؤون الدينية في استغلال دور العبادة خاصة خلال صلاة الجمعة في عملية التلقيح ضد وباء كورونا، وذلك لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين. التغطية كانت لعاصم بخاري. استقبال المساجد عدد كبير المصلين وعدد للاستغلال بعملية التلقيح، لأنه نسبة المصلين مش تستثمر حتى المساجد في تلقيح الأشخاص هنا وخاصة المسنين. درنا الخطرة اللي فاتت، اليوم أنا درنا تاع الجمعة هذه، والجمعة هذه تابعة كما نقولوا مدير الشؤون الدينية، هو اللي عطانا الترخيص واش نديروا نهار الجمعة، اللي الناس تجيب كثافة وكلش، والحمد لله يسير الامور كما راه كلش، معنا الاطباء معنا الوسمو تاع الجمعيات كلش هم هنايا. الحمد لله كاين اقبال لا باس به من طرف خاصه كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. نتمنى هذه المبادره تستمر، خاصه رانا في فتره صعيبه شويه، وندعو جميع المواطنين من اجل التقيد باجراءات الوقايه والتلقيح، خاصه التلقيح.